مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من مساء الخير. ومساء الخير يا أسماء. مساء النور عصام، ومساء على مشاهدينا. أكيد اليوم مواضيعنا منوعة، وإن شاء الله بنثريها بالنقاش مع ضيوفنا في الاستديو بإذن الله. مشاهدينا، تبذل وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية جهود بارزة من خلال تنفيذ القانون وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا، الأمر اللي يعكس مدى فعالية الجهود الوطنية المبذولة في التصدي لقضايا الاتجار واستغلال الأشخاص. خلونا نتابع هذا التقرير وراجعين. سجلت مملكة البحرين إنجازاً تاريخياً لسبعة أعوام متتالية ضمن الفئة الأولى في التقرير الخارجي الأمريكي حول مكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2024، بما يعكس فعالية الجهود المبذولة للمملكة والتزامها بمكافحة كافة أشكال جريمة الإتجار بالأشخاص. إن هذا الإنجاز ما هو إلا محصلة لجهود وطنية شاركت فيها إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة التي تقوم بإنفاذ القانون وتوعية المجتمع بأخطار هذه الجريمة. كما وتأتي هذه الجهود الدؤوبة في هذا المجال بإشادة وتقدير كبيرين على مستوى الدول والمنظمات الدولية المعنية في التصدي لتلك الجريمة والتي تنكرها جميع الأعراف الدولية والأديان السماوية. هذا وتسعى وزارة الداخلية مع الجهات المعنية إلى خلق المبادرات والبرامج من خلال الجهود المستدامة والثقة الدولية في مساعي البحرين للتصدي لهذه الممارسات لمجتمع خالي من الإتجار بالأشخاص. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة الرائد يوسف محمد جمال المكلف بتيسير أعمال شعبة مكافحة الإتجار بالبشر. مساك الله بالخير وحياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير ومسي على جميع مشاهدين الكرام، وأشكركم على استضافتكم في برنامجكم. نورتنا. نعم، يعني حصول البحرين على الفئة الأولى فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر من خلال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، هذه بالتأكيد يعني لكم ولنا شيء الكثير، لكن احنا حابين الله يسلمك يعني نسمع منك ماذا يمثل هذا الإنجاز بالنسبة لكم كوزارة الداخلية. طبعا هذا الإنجاز يعد إنجاز دولي لمصلحة مملكة البحرين. طبعا ما قدرنا نوصل إلى هذا الإنجاز إلا بفضل توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وتنفيذ توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية. طبعا مملكة البحرين حققت الفئة الأولى في مجال مكافحة التجار بالأشخاص طبقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتقييم 188 دولة. وطبعا هذا الإنجاز كان لمدة 7 سنوات متتالية حصلت البحرين على الفئة الأولى، وهذه الفئة طبعا تعد الفئة الأعلى في هذا التقييم. نعم. وبالإضافة أن تم إقرار قانون مكافحة التجار بالبشر في سنة 2008. نعم. قانون رقم 1 لسنة 2008، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص بعضوية وزارة الداخلية وعضوية أيضا جهات أخرى حكومية وغير حكومية. وإدارة مكافحة التجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة تقوم بجهود، وتعتبر أيضا هي المحرك التنفيذي للجنة الوطنية، فتتلقى البلاغات المتعلقة بالتجار بالأشخاص وتقوم بعمليات البحث والتحري لرصد المجرمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم اللازم للضحايا. وطبعا هناك تعاون بيننا وبين هيئة تنظيم سوق العمل لتسليم هذه الضحايا لمركز الحماية التابع للهيئة. نعم، طبعا مكافحة الإتجار بالأشخاص يعني هي جريمة تمتد على مختلف المجتمعات، ومن خلالها طبعا يتم استغلال الضحايا بأشكال مختلفة وبأشكال عدة، فنبي نتكلم أكثر عن تفاصيل هذه النقطة. طبعا هذه الجريمة ليست جريمة حديثة العصر. نعم. وإنما موجودة من العصور القديمة، يمكن أنتم شفتوها أو أحد المشاهدين شاف أنه يتم استغلال الأشخاص والمتاجرة فيهم مثلا بالأفلام. نعم. شفنا مثلا أشخاص يتم المتاجرة فيهم كسلعة بيع وشراء، ولكن مع تطور هذه الجريمة ومكافحتها
وصلنا إلى استغلال أنواع آخر طبعا هناك لا زالت موجودة. هناك طبعا استغلال جنسي واستغلال بالعمل القسري، أي أن يتم إجبار الأشخاص على ممارسة العمل مثلا من غير أجرة أو إجبارهم على ممارسة العمل غير العمل المحدد في العقد، وعدم تسليمهم رواتبهم وحرمانهم الإجازات. فهذه قد يعد شكل من أشكال التجارة بالبشر. وأيضا تختلف هذه الجريمة من بلد إلى آخر، وهذه الجريمة ليست محلية وإنما دولية وعالمية. صحيح. فبعض الدول قد بالإضافة إلى الجرائم اللي ذكرتهم قد تكون هناك جرائم بيع الأعضاء وبيع الأطفال. فكل بلد له جريمته. أيضا رائد يوسف، يعني اليوم المواقع الإلكترونية أصبحت تشكل مصدر خطورة، هناك الكثير من الضحايا، ضحايا التجارة بالأشخاص يعني وقعوا من خلال هذه المواقع الإلكترونية. يعني شلون ممكن أن تتعلق على هذا الجانب؟ طبعا الجريمة هذه متطورة، والمجرمين دائما يستغلون التكنولوجيا في جرائمهم. كمثال نفرض أن شخص وضع إعلان عمل وشافه شخص ثاني، طبعا هذا الشخص الثاني قد يشوف أن هذه فرصة عمره، يشوف مثلا مغريات ويشوف يعني كل شخص الله سبحانه خلقنا دائما نبي نطور من نفسنا، دائما نبي نوصل للأفضل. صحيح. طبعا قد تكون المؤهلات العلمية لدى هذا الشخص ما تتوافق مع الإعلان الموجود. فالأشخاص المحتالين والمجرمين يوهمون الأطراف الثانية بأن هذا العمل حقيقة، فيقوم بالتواصل مع طبعا الضحية اللي في البذل الآخر. يتواصل مع هذا الشخص ويقوم ويعده ويهمه بأمور كثيرة. فبعدها طبعا الشخص هذا طبعا يقوم ويخبر هاله ويفرحون له، وعندما يوصل إلى البلد الثاني يتضح أن هذه كلها حلم كان. يقوم الشخص مثلا بتوقيع عقود وهمية ويجبرنا عليه مديونية ويقيد حريته ويقيد، فهذه كلها يعني خلاص الريال يعني يمكن ما يعرف الطريقة الصحيحة للوصول لنا. فشعبة الإعلام الجنائي بدار العام البعثة الجنائية طبعا هو في دور توعوي مهم جدا تقوم فيه من خلال التوعية والحملات التوعية اللي تقوم فيها على مدار العام. كمثال أنا قلت لك اليوم أن الشيخ مثلا وصل من المطار، يمكن ما عندنا رقم الخط الساخن لمكافحة تجارب الأشخاص. صحيح. فالحملات التوعية إحنا اللي نقوم فيها أو تقوم فيها شعبة الإعلام الجنائي توزع عليه بروشور وفي باركود سكانر بلغات مختلفة حق الفئات اللي بالمكان التعرض لهذه الجريمة. ففيها رقم الخط الساخن اللي هو ترابل فايف، والإيميل اللي هو ترابل فايف @interior.gov.bh. وايضا نقوم بحملات توعويه في الاماكن اللي يتواجدون فيها، فنفرض انه يمكن هو قد يكون ضحيه وما يعرف شلون يوصل لنا. فاحنا نقوم بالتواجد بالحملات اللي نقوم فيها، طبعا كانت في المنامه من فتره بسيطه من يوم او يومين، لتوعيه هذه الفئات، نعطيهم بروشرات فيها ارقام اتصال ونحاول نوصل لهم في كل مكان. وطبعا هناك الكثير من الحملات والمحاضرات ايضا التوعويه اللي نقوم فيها لتوعية أيضا ليس فقط الجانب العمالي أما الجانب المقاولين وأصحاب الشركات، لتوعيتهم يعني أن يكونوا يعني وايد حريصين على تطبيق القوانين وعدم مخالفتها. نعم طبعا هذه يعني الجهود والمسؤولية الكبيرة يعني أكيد تتطلب تعاون عدة جهات. فإذا نتكلم عن شركاء إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص، طبعا احنا بنتكلم اليوم هذه الجريمه تتطلب جهود وتكاتف من العديد من الجهات. فهناك جهود او شركاء داخليين من وزاره الداخليه اللي هم شؤون الجنسيه وجوازات والاقامه، اداره الانتربول والعديد من الجهات الداخليه، وبالاضافه الى الجهات الخارجيه اللي هي المنظمات الدوليه، السفارات، اللجنة الوطنية لمكافحة تجارب الأشخاص أيضا. وبالإضافة طبعا احنا تكلمنا أن هذه الجريمة جريمة تحتاج إلى تكاتف. صحيح. وجهود لمكافحتها. أكيد. وتحتاج أيضا إلى توعية. احنا تكلمنا حين توعية مثلا للجاليات والقائمين عليهم مثلا المقاولين أو أصحاب العمل، لكن هناك ايضا بناء على توجيهات سيدي مدير عام الاداره العامه للمباحث الجنائيه بتوفير كافه التدريبات والدورات حسب كل اختصاص. فاحنا اليوم نتكلم عن جريمه تتطلب تدريب. نعم. فاحنا الحمد لله فضل الله سبحانه نتلقى تدريب وتكثيف ودورات مكثفه
لمواكبة هذه الجرائم وسبل مكافحتها. جميل جميل. يعني أخيرا سؤال مهم رائد يوسف، يعني في حال يعني الشخص تعرض لمحاولة التجار أو فرد من المجتمع اشتبه أو رصد حالة التجار، كيف يمكن عمل بلاغ؟ طبعا مثل ما ذكرت لك الله يسلمك، أن بالإمكان التواصل معنا عن طريق الخط الساخن Trouble 5 أو الإيميل trouble5@interior.gov.bh. وإحنا في نفس الوقت طبعا نتلقى بلاغات بالحضور الشخصي أو بلاغات من السفارات أو أيضا المديريات الأمنية في حال رصدهم لمبلغ في شبهة التجار بالبشر. على طول إحنا نتواجه للموقع. فنفرض أن الشخص قام بالتبليغ، احنا على طول يتم ارسال الدوريات للموقع والتاكد من صحه البلاغ، وعنده وجود ضحيه يتم تسليمه الى مركز الحمايه بهيئه تنظيم سوق العمل، ومن ثم اتخاذ اجراءات البحث والتحري لضبط المرتكبين هذه الجريمه. احنا تكلمنا عن البلاغ، لكن احنا بعد ايضا نقوم بدور اخر اللي هو دوريات البدنيه تكون بعمليات البحث والتحري لضبط الحالات اللي تجرب الاشخاص. وايضا هناك حملات تفتيشيه بالتعاون مع هيئه تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسيه وجوازات الاقامه للتواجد في اماكن العمال للتاكد اذا كانوا يتعرضون لجرائم التجارب الأشخاص أو تجارب البشر أو تعرضهم لأي سوء معاملة. فإحنا دائما نقوم بحملات مشتركة للقضاء على هذه الجريمة. نعم جميل. يعني مثل ما ذكرنا هذه الجهود الكبيرة، أكيد إحنا يعني نشكركم على هذه الجهود المبذولة من قبلكم. مشاهدينا كان معنا في هذا اللقاء الرائد يوسف محمود جمال المكلف بتيسير أعمال شعبة مكافحة الإتجار بالأشخاص. كل الشكر لك. كل الشكر لك. موفقين دائما في جهودكم. مشكورين وما قصرت. ونبارك لكم هذا الإنجاز طبعا. بالعكس هذا واجبنا وهذا جهود جماعية بالأمانة، جهود جماعية. الله يسلمك. بارك الله فيك. مشاهدين نحن فاصل وراجعين. أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF عن إطلاق نورة، وهي شخصية إلكترونية مبنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم دمج نورة في العمليات والأنظمة التعليمية في المعهد. وتعد نورة أول شخصية ذكاء اصطناعي تدمج في مؤسسة تعليمية، مما يمثل إنجازا كبيرا في التقدم التكنولوجي في المنطقة. حياك الله يا نورة. وذكر المعهد أنه تم استلهام اسم نورة من المقولة العلم نور، مما يعكس غاية المعهد بإضاءة طريق التعليم والمعرفة لطلابه. وللحديث أكثر حول هالموضوع يسعدنا أن ينضمون معنا اليوم السيدة أمل الصوراني رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية، والسيد يوسف الدخيل رئيس قسم تقنية المعلومات والعمليات في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF. مساكم الله بخير. حياكم الله. نورتونا. وقبل أن ننسى بلقوا تحياتنا للأخت نورة. طبعا أستاذة أمل، في البداية نبي نتكلم عن يعني شخصية نورة، شنو راح تضيف للتعليم التقليدي اليوم؟ طبعا شخصية نورة هي شخصية مبنية على الذكاء الاصطناعي، ونحاول من خلال تقديم نورة ان احنا نقدم المعلومة بالطريقة السريعة وبالطريقة مبسطة للطلبة ولمتلقين التعليم. طبعا طلباتنا دائما نحاول ان احنا نقدم لهم الافضل من خلال البرامج، ومثل ما تعرفون ان معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مؤسسة غير ربحية تابعة لمصرف البحرين المركزي. ونقدم أكثر من 600 برنامج في السنة. فجدا مهم أن احنا نقدم البرنامج المناسب حق الشخص المناسب. جميل. يعني أخو يوسف، شلون تم تطوير نورة بحيث أنها تكون يعني ملبية لاحتياجات الطلاب التعليمية؟ طبعا في المرحلة الأولى عندنا معيارين رئيسيين حق نورة. المعيار الأول هو التجربة الشخصية، الـ experience، user experience حق
الزوار والطلبة اللي مسجلين في المعهد. فحبينا تكون نورة شخص يعني بكاركتر جديد وفي قالب جديد، فحطينا نورة في هوليجرام بوكس حيث أن تكون يعطي انطباع أن هي شخصية حقيقية واقفة قدامك تسألها الأسئلة بطريقة اللغة البسيطة الإنجليزية البسيطة human natural language وتجاوب بطريقة فيديو عرض، فتشوفها كأنها شخص واقف قدامك. وهي الشخصية والهولو بوكس موجود في مكان عام سهل الوصول له، الطلبة الزوار ممكن يشوفونه أول ما يدشون المعهد ودايركت يبتلون التفاعل وياه. فهاي المعيار الأول. المعيار الثاني تكون شخصية عملية جدا بحيث أنها تفهم تعطيك الإجابة الصحيحة، تسأل أسئلة خاصة في المعهد تجاوب بشكل مباشر، تسأل أسئلة خاصة بالكورسات اللي نقدمها المعهد تسأل تجاوبك إجابة دقيقة وآنية في الحال. هاي المعيارين الرئيسيين اللي جميل. نعم أستاذة أمل، يعني اليوم شو ممكن أن نورة تعزز التفاعل والمشاركة بين الطلاب وأيضا يعني خلال المحاضرات وورش العمل مثل ما ذكرتي أن قبل شوي تقدمون عدد كبير من ورش العمل؟ فعلا إحنا من خلال البرامج اللي نقدمها سنويا واللي هي تفوق تقريبا 600 برنامج سنويا، نحاول أن إحنا دائما نقدم التقنيات الحديثة ودائما نحاول نستبق المواضيع اللي بتكون يعني ترند في المستقبل. نحاول أن دائما نكون استباقيين في طرح المواضيع. وطبعا مثل ما تعرفون ان معهد البحرين للدراسات المصرفيه والماليه يقدم بالاضافه الى البرامج المختلفه يقدم بعد مؤتمرات ورش عمل. نعم. ونحاول ان احنا ندمج التقنيات مثل شخصيه نوره والذكاء الاصطناعي، تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذه المؤتمرات وفي قاعات الدراسه ايضا، ونحاول ان نعود الطلبه ايضا ان هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويتعودون ويستفيدون من هذه التقنيات. نعم. طيب بالنسبه لابرز التدابير الامنيه اللي يعني تتبعونها في سبيل حماية المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية اللي تتعامل مع هذه الشخصية الافتراضية نورة؟ طبعا احنا الحماية وأمن المعلومات في طريقتين. الطريقة شلون هي تلقي المعلومات أو تضيف المعلومة حق المتلقي، فلازم نضمن أن هي ما تأتي معلومات خاطئة، ما تأتي معلومات حساسة أو خارج نطاق عمل المعهد. فمثلا ما يجي شخص يسألها أسئلة رياضية أو خارج نطاق المعهد ما تجاوبها، هاي من ناحية تلقي أو إضافة المعلومة حق السائل. بالنسبة حق الطرف الآخر اللي هو التلميذ أو الطالب أو الزائر المعهد المتعامل مع المعهد، في درجات من الأمن نضيفها حسب نوع المعلومة. بداية إحنا تسأل أسئلة عامة فتجاوب أسئلة عامة، بعدين إن شاء الله إذا بتجاوب على أسئلة تخص الطالب نفسه مثل درجاته، الفصل الدراسي، التحصيل العلمي، لازم في طريقة للتحقق من أن الطالب أو المتكلم أو المتحدث مع نورة هو فعلا الشخص اللي واقف قدام نورة. نعم. ففي المرحلة الأولى بتسأل أسئلة مثلا رقم الشخصي، كلمة سر، كلمة مرور كذي. في المراحل المتقدمة إن شاء الله راح نضيف بصمة الوجه وبصمة الأصبع مثلا إذا يستخدمها في تطبيق الهاتف الجوال. فلازم نضمن أمن وحماية كل المعلومات حق جميع المستخدمين. نعم. جميل. يمكن سؤال يراودنا أكيد شلون نورة راح تتعامل مع كل طالب على حسب احتياجاته التعليمية أو يعني مساره العلمي؟ إحنا نحاول في المراحل المستقبلية حق نورة، لأن إحنا هي حاليا في مرحلة الماشين ليرنينج أو تعليم الآلة، فإحنا نعطيها المعلومات حاليا وإن شاء الله في المستقبل بتقدر أن هي تقدم نصائح وبتقدم تفاعل مع الطلبة على حسب احتياج التخصص اللي الطالب موجود فيه. هي دائما الشخصية الافتراضية أو شخصية الذكاء الاصطناعي تسهل عملية التعليم. نعم. ونحاول من خلالها نركز على الثروة البشرية، لأن دائما الإنسان هو أهم عندنا من الذكاء الاصطناعي. أكيد. الثروة البشرية. جميل. هي الأساس. جميل. ونقدم طبعا كل التقنيات اللي نقدمها في المعهد تصب في مصلحة الثروة البشرية. جميل. حلو حلو ذي التوازن يعني. صحيح. بين يعني طبعا أكيد بين العنصر البشري كتعامل أنتم بالنسبة لكم بالضبط. وبين الذكاء الصناعي وما ينتج عن هذا الذكاء من شخصيات. صح. افتراضية. يعني ما هي الخطط المستقبلية الآن لتطوير نورة بحيث يعني عملها ينعكس
أكثر إيجابية على التعليم في المعهد؟ طبعاً طبعاً نورة هي في المرحلة الأولى مثل ما تفضلت أخت أمل، إحنا قاعد نعلمها شلون اللانجويج والأكسنت تطلع بطريقة صحيحة، تسمع حق الطالب بطريقة صحيحة وتجاوب بطريقة صحيحة. المرحلة الثانية إن شاء الله راح نربطها بالبرامج التعليمية بحيث إنه مثلاً ممكن تساعد الطلبة في الجدول، في تنسيق الجدول الدراسي، في تنظيم التو ليست مثلاً حق شنو عندك أسايمنت، شنو عندك واجبات كذا كذا. والمراحل إن شاء الله متقدمة بتساعد إن شاء الله حتى في البحث، إذا ربطناها مثل شات جي بي تي ممكن تساعد في تحصيل محتوى مناسب حق المواد الدراسية، فيديوهات مثلاً فيها ماتيريال مناسب يتفق مع جدول الدراسة أو المواد الدراسية اللي يتلقاها الطالب. فالأفق كلش كبير والطموح كلش عالي. جميل. وشوي شوي إن شاء الله نعلم نورة بحيث تتفاعل بشكل أفضل. موفقين إن شاء الله. يعني أستاذة أمل، إذا بنتكلم عن يعني شون راح يأثر استخدام نورة بتقنية الهولوغرام على جودة التعليم اليوم؟ طبعاً الفصل الدراسي ما صار نفس الفصل الدراسي أول. نعم. اليوم الفصل الدراسي صار مختلف وصار في ليفل أب. صحيح. فنحاول إن إحنا ندمج مثل هذه التقنيات، إن إحنا نقدم حق الطلبة شيء مبتكر، شيء يخليهم يركزون أكثر في المعلومة، خاصة إن إحنا نقدم برامج في مختلف التخصصات مثل الصيرفة، التأمين، التحول الرقمي، القيادة والإدارة، عديد من يعني من عدة مراكز تعليمية في المعهد تقدم مختلف البرامج. وطبعاً نورة ممكن تكون هولوغرام يقدر يساعدنا على تقديم مثلاً معلومات من أستاذ ما يكون موجود في البحرين حتى. ممكن يكون موجود خارج الفصل الدراسي أو مثلاً حتى في بلد ثاني في من الجامعات اللي احنا نعمل معاها. نعم. ويقدر يكون هولوغرام قدام الطلبه ويقدم المعلومه. نعم. اللي يحتاجها الصف يعني. نعم. الان نورة اصبحت شخصيه افتراضيه وتستخدم في طبعا الانظمه التعليميه في المعهد. انا صار عندي فضول ابغى اعرف انا ردود الفعل الاوليه سواء من قبل الطلاب او حتى من قبل الموظفين شلون كانت اخوي يوسف؟ طبعا كانت مفاجاه سعيده حق افراد كثيره في المعهد، بحيث ان انت اول ما تدخل المعهد تشوف شخصيه كاركتر واقف قدامك تفكره مثلا شخص حقيقي، بس في النهايه يطلع هو اي كاركتر. نعم. فهاي اضاف سعاده شوي وفرحه حق الناس ومفاجاه، عنصر مفاجاه. من جهه ثانيه شلون طريقه التعامل وتفاعل نورة مع الطلبه والمتحدثين معاها، فيها دقه، فيها وضوح، فيها هيومن نيتشر. ففي كان في تفاؤل، فكان في اقبال وايد على يعني محاوله التحدث مع نورة. ما اوصف لك مدى سعاده المتعاملين مع نورة، فعلا اضافت بهجه وفرحه في المكان. جميل. احنا متشوقين صراحه نشوف نورة يعني. يبينا نزورهم. ايه تعالوا يلا المره الجايه باذن الله. استاذه امل، يعني شو ممكن ان نورة تكون ملهمه لبعض المؤسسات التعليميه اليوم عشان يطبقون مثل هذه التقنيات الجديده؟ طبعا مثل ما قال اخوي يوسف، احنا لاحظنا ان كل المتفاعلين مع نورة جدا استانسوا في التفاعل معها. نعم. فحاولنا ان احنا ندمج هذه التقنيه في مختلف التعاملات في المعهد. وبعد بغيت احط القي تحيه حبيت التحيه حق فريق العمل اللي اشتغل على نورة. نعم. يستاهلون طبعا، احنا اكيد احنا نوجه لهم تحيه. دورنا يعني بصراحه انجاز يعني احنا نفتخر فيه. نعم. انجاز يحاكي كل المتغيرات اليوم على المستوى التقني، وطبعا يضع البحرين في موقع الرياده. يعني هذه الانجازات يا اسماء هي اللي تضعنا احنا في موقع الرياده، والبحرين دائما رائده وفي كل المجالات وبما في ذلك طبعا اكيد المجال التعليمي. صحيح. ننتقل لك اخو يوسف، يعني الان كيف سيتم قياس يعني الاداء الفعلي لنورة مقارنه بالانظمه السابقه المتبعه؟ طبعا احنا في كل مرحله طبعا لها معايير مختلفه. احنا الحين في المرحله الاولى والمبدئيه، فالمعايير اللي وضعناها حق قياس مدى نجاح نورة في المرحلة الأولى كانت سرعة استجابة نورة، مدى الإقبال على نورة، مدى التفاعل مع نورة، فهمها للغة والتحدث معها. نعم. فكل هاي المراحل كل هاي المعايير خلينا في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن شاء الله
راح نشوف مستوى الأمن في التعاون مع نورة، مستوى الإضافة اللي تقدمها نورة حق الطلبة من معلومة من مساعدة. فمثل ما تفضلنا كل مرحلة لها معايير مختلفة، وإن شاء الله مع الوقت تتطور المعايير ونشوف شلون مدى استفادة الطلبة من هاي. إن شاء الله بإذن الله. طبعا احنا بانتظار هذه التطورات الجميلة اللي أكيد راح تضيف يعني للمجال التعليمي الكثير. مشاهدينا كانوا معنا في هالفقرة السيدة أمل السوراني رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية، والسيد يوسف الدخيل رئيس قسم تقنية المعلومات والعمليات في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF. كل الشكر لكم. شكرا لكم، موفقين دائما. شكرا على الاستضافة. شكرا. مشاهدينا فاصل وراجعين. مشاهدينا في فترة الصيف تنظم العديد من الجهات الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والتوعوية والترفيهية. اليوم بنسلط الضوء على أنشطة وفعاليات الصيف اللي نظمها نادي عبد الرحمن كانو الاجتماعي للوالدين التابع لجمعية مدينة حمد الخيرية. ومعنا يوسف المحميد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة حمد الخيرية ونادي كانو الاجتماعي للوالدين، وماهر إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية مدينة حمد الخيرية رئيس اللجنة التعليمية والثقافية. مساكم الله بالخير وحياكم الله. مساكم الله بالخير، حياكم الله، شرفتونا ونورتونا. اسمه يعني أبو عبد الله، وهذه حقيقة لا يختلف عليه أحد، هو عراب العمل الخيري والاجتماعي في مدينة حمد. يعني من تأسست المدينة، وطبعا الأستاذ ماهر إبراهيم طبعا هو عضيد لهذا الرجل الفاضل. الله يحييكم. يعني تحية لكم وتقدير على كل ما تبذلونه، وإحنا يعني سعيدين ومتشرفين بهذه الاستضافة. أبو عبد الله، خلنا نعطي المشاهد فكرة عن تأسيس النادي، مرحلة التأسيس طبعاً وأهدافه المختلفة. طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذي بعد طبعاً نتقدم لكم أول شيء بالشكر الجزيل لوزارة الإعلام والتلفزيون البحرين على هذه الدعوة الكريمة لتسليط الضوء على نادي عبد الرحمن كانو والأنشطة الاجتماعية التي يقدمها. نعم. تأسس طبعا نادي عبد الرحمن كانو في 2009. نعم. وانتقلنا من مكان إلى مكان إلى ما حصلنا على الأرض من وزارة التنمية الاجتماعية. نعم. وتم بنائها من شركة عبد الرحمن كانو التجارية. نعم. تبرع سخي منهم جزاهم الله خير. تم بناها من دورين، دور للرجال ودور للنساء، ومستمر النادي من 2009 إلى الآن في تقديم كل البرامج والأنشطة اللي تهم كبار السن. حلو. من أعمار 60 فما فوق. جميل. إذا بنتكلم عن أبرز الخدمات والأنشطة اللي يقدمها النادي طبعا لأعضائه، شنو بتكون؟ طبعا نشكركم على الاستضافه. جزاكم الله خير. طبعا من ابرز الانشطه والفعاليات للنادي عندنا يعني انشطه كثيره، منها يعني التدريب والتعليم وايضا عندنا ورشه نجاره، عندنا التلوين والرسم على الزجاج، وعندنا طبعا بالنسبه للنساء عندهم الخياطه ما شاء الله والكروشيه. فهذه يعني الأنشطة يعني نقوم فيها خاصة خلال فترة الصيف وغير الصيف. نعم. وعندنا إقبال كبير في على هذه الأنشطة. نعم. بالنسبة للرجال وأيضا للنساء. جميل. نعم. يعني اللي استشفيته من كلامك إن هذه بشكل عام طبعا، وأنتم مركزين رايحين حق الأنشطة اليدوية أو الحرفية. نعم. وهذه شيء يحسب. نعم. لكم حقيقة. نعم. اليوم خصوصا إحنا نتكلم اليوم الدولة تدعم المشاريع الصغيرة يعني أو متناهية الصغر، فاليوم يعني الواحد ممكن أنه يتعلم له مهنة. نعم. وتمثل بالتالي هي، لأن العمر ما ينتهي دائما، العمر أكيد. في كل مرحلة يتجدد يعني أكيد. إحنا بعد طال عمري. نعم. يعني قدرنا أن نأخذ من الأسر اللي جاتنا. نعم. الأسر المنتجة. نعم.
استفدنا منها كثير لما تعرضت عندنا بعض الأنشطة وتعرفوا عليها المنتسبين والمنتسبات ونسقنا مع مبرة الزياني وأيضا مع وزارة التنمية الاجتماعية في استقلال هذه الطاقة اللي يقدرون هم بسببها ينجزون أعمال كثيرة. وتم تعليمهم اللي هو على الانستغرام لبيع منتجاتهم. والحمد لله استطعنا أن نخلق منهم أسر منتجة جميل يعتمدون على أنفسهم. حلو. استلموا مبالغ بأقساط مريحة. نعم. مثل ما تفضل فيه أخوي عصام اللي هي متناهي الصقر. نعم. وابتدوا بمشاريعهم يعملون من داخل البيت وصاروا أسر منتجة بدل ما هم قاعدين في البيت. جميل. يعني احنا نقول دائما العمر يتجدد في محطات سبحان الله يتجدد عندها. نعم. 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 نادي عبد الرحمن كانوا هذه من المحطات عندنا المهمة احنا في البحرين اللي يتجدد. نعم. عن المهر فوق العمر فوق 60 سنة ويتعلم له مهنة. نعم. ويتم استثمار يعني منتجاتهم بالتعاون مع الجهات الأهلية. نعم. الأخرى هذا شيء يحسب لكم يا أبو عبد الله. الله يعني أبو إبراهيم تكلم بشكل عام احنا خلنا نتكلم بشكل خاص عن الأنشطة المرتبطة بفصل الصيف تحديدا. اي فصل الصيف احنا استقلينا طبعا فصل الصيف لان ما تقدر تطلع المنتسبين في الشمس فتحتاج ان تخليهم داخل. نعم. بدينا للنساء نعمل لهم اللي هم الحين هالايام طريقه الريزن. نعم. اللي يسوونها هذه. أيه. شغله النسائيه يطلع زجاج وكذا يفتخرون فيه. صحيح. وفي نفس الوقت الله يسلمك بالنسبه للعمل الطيب والبخور. جميل. واليوم انجزنا اليوم قاعدين نبيع يعني قبل ننتج. اي سوينا البخور البحريني الاصيل. احنا كان معدين صور ورسوم لكن ما قدرنا اني من وقت نعدها. نعم. ولكن الحمد لله يعني جايات اكثر ان شاء الله. ان شاء الله الايام الجايه لما تزورونا او نيكم نعرض لكم ان شاء الله منتجات. نعم. ما شاء الله يعني عندنا نساء جدا مهتمين بمثل هذه الامور الاشغال اليدويه انه خلتهم يحركون يدهم فكرهم يعني يستمتعون يعني. نعم. ويستمتعون في نفس الوقت وايد يستمتعون وبعدين يعني انت تشتري ذي المواد وتريد تطلع قيمتها. نعم. مو ضروري انك انت تحصل فايده. نعم. اهم شيء تطلع قيمتها وتسوي شيء ثاني. صحيح. يعني لدرجه ان اليوم حتى ورشه النجاره دخلنا النساء انهم يدبسون على الخشب يعني بالمطرقه ما شاء الله. فهذه شيء جديد يعني فالحمد لله يعني قد ما نقدر يعني نقدم كل ما نستطيع لخدمة هذه الفئة. جميل. إذا بنتكلم أستاذ ماهر عن الزيارات والخدمات اللي تقدمونها تكون الخارجية. طبعاً الزيارة. تقدر تضيف شيء بعد. نعم. تقدر تضيف وتجاوب على. نعم. طبعاً أنا حبيت أضيف شيء أخوي يوسف طبعاً ما قالها طبعاً عدد المنتسبين والمنتسبات عندنا ما يقارب 220 منتسب. نعم. يعني عدد كبير. أكيد. إيه. يعني حبيت أضيف هذه النقطة. نعم. بالنسبة فضل. للزيارات والأنشطة الخارجية يعني عندنا مثلا زيارة المولات في البحرين زيارة دول الخليج منها الأحساء والكويت وقطر. نعم. وأيضا عندنا رحلات طبعا دينية إلى العمرة. جميل. وفي إقبال كبير خاصة لما نعلن عن العمرات من صوب النادي. نعم. يعني فوق 100 شخص يسجلون للعمرات الخارجية لمكة المكرمة. نعم. فيكون إقبال خاصة من هذه الأنشطة وأيضا يعني الزيارات الميدانية اللي نسويها. نعم. حق المجالس في البحرين والمولات وأيضا يعني من أنشطة كثيرة عندنا. نعم. ما نذكرها وايد ولكن الحمد لله. نعم. رب العالمين. نعم. يعني أبو عبد الله يمكن أسماء قالت يستمتعون وأنت أكدت على ذي الجانب أنا بعد لحين واقف عند ذي الجزئية يعني يستمتعون يعني أنا أبي من خلالك أرصد أو أنت شلون يعني لمس الأثر أثر الأنشطة الأثر الإيجابي المتحقق نتيجة الأنشطة اللي يقدمها هذا النادي لفئة كبار السن يعني هل في مواقف معينة هل في قصص معينة قدرت من خلالها أن أنت تلمس هذا الأثر. نعم. الإيجابي. نعم. عند المشاركين إحنا عندنا طبعا قصص نجاح كثيرة. نعم. يعني عندي مثلا احدى المنتسبات اي تعلمت مع المدرب كيف تنحت على الزجاج وترسم وتلون وتستخدم الاجهزه لانها شغل رجال. نعم. ولكن ما شاء الله استطاعت وتعلمت والان هي تدرب. جميل. زين عندي احد المنتسبين
تعلم يصنع السفن ويصنع الصناديق المبيتة في ورشة النجارة. عندي ورشة نجارة كبيرة وعندي مدرب فيها الأخ الأستاذ يوسف القاسمي وهو مدرب هذه الورش، وهذه الأخ حسين سوار عندي متدرب عنده الآن، هو قاعد ينتج كثير من الأمور، حتى الوزارة ياو سووها قصة نجاح له وصوروها في فيديو وحطوها في من ضمن برامجهم. يعني هذه لمسنا. أيضا عندي بعض المنتسبين يعني في النادي، عندي ألعاب كثيرة، ألعاب ذهنية، البلياردو، وعندي الله يسلمك من المنتسبين صاروا شامبيون يعني ما شاء الله أبطال أبطال. إزام الله خير مركز الشيخ عبد الله بن خالد سووا دورة، هم طبعا دار بعد لكبار السن، مقرهم في دار الحكمة للمتقاعدين، وسووا دورة ودخلنا احنا أيضا لاعبين من عندنا وحصدنا هذه الكؤوس. الكاس يعني الأول والثاني والثالث احنا حصلنا عليهم. نعم يعني نادينا حصل على هذه ما شاء الله الجوائز كلها. تستاهلون يعني الأثر واضح وملموس. إذا بنتكلم عن أثر ثاني واللي هو تعزيز التواصل الاجتماعي بين أعضاء النادي، إيش بتقول لنا عنه؟ طبعا خلق روح المحبة والمودة بين المنتسبين، يعني هذه من الضروريات لازم تكون بين المنتسبين عشان خلق جو حلو ومريح بين المنتسبين النادي. وانا حبيت طبعا بس اضيف نقطه الاخ يوسف ما تكلم فيها، عندنا نادي او فريق رياضي في النادي ولهم لباس خاص باللون الاحمر والابيض، يعني يشاركون الفعاليات خاصه الموجوده في البحرين على طول، على طول متواجدين في كل مكان في كل فعاليه، فهذه يعني شكر خاص لهم طبعا، ما قصروا على هذا الفريق الطيب. طبعا الأخ يوسف هو المبادر الأول لهذا الفريق. نعم. نعم. طبعا هو الفريق هذه فريق نادي عبد الرحمن كانو الرياضي، احنا الأولين يقولون يعني الواحد كبر عود ما يتدرب، بالعكس احنا بدينا في المشي أول شيء، بدينا بس مشي بعدين يعني الكابتن ماجد ناصر، ماجد ناصر هذه الله يسلمك هو صار كان مدرب، فقال خلنا ناخذهم برا على النادي ونسوي لهم تمارين. فقالوا يمشون من 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو الى 10 كيلو ما شاء الله. وبعدين الان نشكر طبعا وزارة الشباب اللي خصصت لنا يوم واحد في الاسبوع تعطينا مركز الشباب نموذجي لمينة حمد، يوم واحد يتدربون فيه ويلعبون فيه طائره ويمشون مشي يمارسون الرياضه فيه. فاحنا نفتخر، وايضا هذا الفريق يشارك كل سنه في اليوم الرياضي البحريني تحت رعايه سمو الشيخ خالد بن حمد. نعم جميل. يعني والله يعني انا شهادتي فيكم مجروحه، لان انا قريب من النادي وانشطه النادي، قريب منك كشخصيه يا ابو عبد الله، وايضا كذلك ابو ابراهيم. احنا ان شاء الله بتكون لنا لقاءات مستقبليه، لان انتم متجددين من خلال ما تقدمون. احنا سعدنا بهذه الاستضافه. مشاهدينا اكيد احنا باسمكم نشكر الاستاذ يوسف المحمي رئيس مجلس اداره جمعيه مدينه حمد الخيريه ونادي كانو الاجتماعي للوالدين، وماهر ابراهيم عضو مجلس اداره جمعيه مدينه حمد الخيريه رئيس اللجنة التعليمية والثقافية. كل الشكر لكم، حياكم الله، شكرين، جزاكم الله خير. شكرا شكرا جزيلا. تعتبر سيارات الكلاسيك رمزا للأناقة والتراث، حيث تجمع بين التصميم الفريد والتكنولوجيا القديمة. نتابع في هذا التقرير استعراض تاريخ سيارات الكلاسيك وحب الهاوي حامل المسقطي المتوارث للسيارات، ونعرف بعد مدى أهمية الحفاظ على هذه التحف الفنية وكيفية ترميمها، مما يسهم اليوم في استمرار شغف عشاق السيارات الكلاسيكية. زميلنا يوسف أحمد خذنا في جولة مختلفة مع ضيفة في واحدة من سيارات الكلاسيك في جزيرة الريف، نتابع في هذا التقرير.
مساكم الله بالخير مشاهدينا. اليوم رجعنا لكم بهاي التقرير المميز اللي كثير حبوه وانا اولهم. ضيفي اليوم مختلف، الاستاذ حامد المسقطي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور اخوي يوسف. اليوم تبارك الرحمن موجودين في اسطول من الاساطيل اللي تحبها. الله يسلمك. في البدايه ابي اعرف الناس شلون بديت تهوى هذه التحفه اللي دائما كنا نقول عنها ما شاء الله. الله يسلمك عافيك، مشكور وفرصه سعيده ان انا اكون معاكم اليوم في هذه التقرير. الهوايه طبعا قديمه، لها جذور من ايام الطفوله. يعني انا من وعيت الوالد والاخوان كلهم كانوا عندهم سيارة بحكم ان انا كنت اصغر اخو في العائله ما شاء الله. فاول سياره شفتها عند الوالد مرسيدس. نعم. بالضبط نفس اللي احنا اليوم راكبينها ما شاء الله. كان لونها مختلف، لونها اوف وايت كريمي، فكانت هاي السياره اللي كنت اروح فيها الروضه مثل ما نقول ما شاء الله. في نفس الوقت اخواني كان عندهم يعني سيارات مختلفه اللي يعني معروفه مشهوره في ذاك الوقت. ممتاز ما شاء الله. ف يعني ترعرعت وسط ذي الجو واشوف دائما الكلام والحديث يدور حول ان هذه السياره تحتاج سيرفيس وهذه خربانه وهذه مش عارف ايش فتولعت بالموضوع. طبعا هذه كانت يعني رحله بحث طويله لحد ما لقيتها. لقيناها طبعا في امريكا وكانت موجوده في جراج يعني مخزنه حوالي 20 سنه ما شاء الله. اي لحد ما يعني ما طحنا عليها ما شاء الله وخذناها من ورثه، مجموعه ورثه ما كانوا اصلا يبون يبيعونها. لا ما عارفين شلون يتصرفون معاها ما شاء الله. ما كانت تشتغل طبعا، فخذناها من هناك سوينا لها ريستوريشن مبدئي بسيط في امريكا. ممتاز. عقبها راحت السعوديه. ممتاز. عند واحد من الاخوه الزملاء الاخ المهندس فهد براكان صديق عزيز. نعم. هو ايضا يعني ساهم في تجديدها الى حد ما وصلت في البحرين. انا كملت بقيه الاشياء وخليتها عندي، يعني صار لها تقريبا 3 أو 4 سنوات عندي ما شاء الله. ما شاء الله. وعندك ما شاء الله غيرها بعد تبارك الرحمن. عندي سيارات ثانيه اللي احنا راكبينها 71 72. فمن 72 حاولت تبارك الرحمن تحافظ عليها. ويعني انا بعد لابد نقول حق الناس الموقف اللي هو صوره وصورة السيارة انحطت في مجلة، هذه لازم نعرفها. اي نعم اي نعم. طبعا عندي انا حساب انستغرام في كل الصور اللي انشرها من وقت لوقت. طبعا انا عندي هواية التصوير اساسا من قبل ما شاء الله. ممتاز. فيات بعدها حب السيارات القديمة والكلاسيك فدمجت الهوايتين مع بعض. ممتاز. حتى لو تلاحظ الحساب الانستغرام عندي يعني مو بس مجرد عرض صور لهدف العرض، انما كل صوره لها قصه تدمج الماضي والحاضر، لها هدف، لها مغزى، لها معنى. مثل واحده منهم ان انا ادمج الماضي والحاضر مثل ما تفضل. ممتاز. فجاتني رساله خاصه والله على الانستغرام من احد الايجنتس في بريطانيا. عرف نفسه قال لي انا ماركتينج ايجنت للمجله الفلانيه وحابب اخذ صوره من الصور اللي عندك ارسل انشرها في المجله اللي عندنا. قلت له ما في مشكله خذ راحتك. وانا الله يسلمك يعني عندي شيء هني ضروري الناس تشوفه. ابيك انت تقول حق الناس عن هذه التحفه ما شاء الله. الله يسلمك. طبعا هذه هو الدفتر اللي الملكيه حق اول مالك اشترى السياره ما شاء الله. موجود هذا هو الدفتر الاصلي للملكية مع كل تفاصيل الشراء وفاتورة الشراء وتفاصيل السيارة، مذكور اسمها عفوا مذكور اسم المالك الأول. نعم. في أمريكا. أوكي. وأنا بعد الله يسلمك دريت أن هذه القطعة الحديد اللي يشتري سيارة كان ينحفر يعني. نعم. ينحفر اسم المشاهدين، ينحفر اسم المالك. هذه ما شاء الله أول يعني مالك لسيارة اللي إحنا راكبينها من أحد الدول ما شاء الله. يعني ماضي جميل. هذه يعني شيء تحطها في فريم صح في البيت وكل من يدخل يسألك شنو هذه تشرح له. نعم ما شاء الله. في كثير من الناس اصلا يحطونها في السيارة في الداشبورد نفسه. نعم نعم. فيعني هذه الدوكيومنتس والتفاصيل طبعا تزيد من قيمة السيارة طبعا ويعني تعطيها
جماليه اكثر جمالية من ما هي جميله. بالضبط بالضبط. وانا هذه البوردنج لازم نتكلم عنه. هذه انا سميتها بوردنج شاهدين لانه صاير نفس تذكره السفر. اي نعم. وهو في كل التفاصيل الخاصه بالسياره. اللي ودك تعرفه راح قبلها يعني طبعا في... هذه بعد من المقتطفات. نعم صاحب السيارة كان يدون كل الصيانة اللي يقوم. نعم. فيها وتواريخها يعني قبل 50 سنة ما كان في طبعاً. نعم. إكسل ولا أوراق ولا كمبيوتر. حامد يعني ما شاء الله من 57 كان يوديها الصيانة. من 87 87 إلى 89 إلى 90 إلى 92 ما شاء الله يعني فترة طويلة. فترة طويلة ظلت عنده. وهذه البوردن كار طبعاً. نعم. اللي قلت عنه ما شاء الله. هذه الأونرشيب كارد. هذه بطاقة تعريفية عن السيارة نفسها. نفسها فيها كل تفاصيل السيارة، رقم الشاصي، الانجن، نوعية الكراسي، الجير، فتحة سقف إلى آخره. كل السبيسيفيكيشن مذكور على هيئة كودز. نعم. يعني لو تروح على جوجل تبحث عن كل يطلع لك رقم يقول لك إن هذه معناتها لذر، هذه معناتها مثلا بدون تكييف، هذه معناتها يعني هذه شيء وايد صراحة مهم أحسه ومضيف للسيارة طبعًا. قيمة ومعنى. أخوي حامد دائما الساعات يزيد سعرها إذا كان معاها الكتالوج والدوكيومنتيشن وهالأمور. بالضبط ما شاء الله نفس بالضبط نفس الشيء السيارة. صحيح. كل ما زاد صحيح. ملفاتها أمورها كتيبها أول صيانة لها ثاني صيانة لها. صحيح. تزيد قيمتها أكثر من هي جمالية. نعم. بالطبع. ما شاء الله يعني شفنا اقبال كبير في التقرير الاول من احنا عارفين ان محبين سيارات الكلاسيك اكثر لكن ما كنا متوقعين هذا الكم ما شاء الله تبارك الرحمن ومو بس في البحرين في الخليج كله. صحيح. شلون الواحد يقدر ينمي هذه الرياضه مثلها مثل غير الرياضات يعني في اللي هو السرعه في هذه سيارات الكلاسيك شيء نادر يعني. صح. ما شاء الله تبارك الرحمن الكل يلتفت له. صحيح. كلمنا شلون الواحد يقدر يحافظ عليه دائما. طبعا مثل ما تفضلت اخوي يوسف هي مو يعني هوايه جديده كانت موجوده من اجيال. نعم. ولكن اللهم يعني التطور اللي حصل في الفتره الاخيره التحول الرقمي وعصر السوشيال ميديا. نعم. هذا الموضوع كله يعني عطى دفعه غير طبيعيه من ناحيه انتشار اعلامي وانتشار يعني كوعي وكهوايه مشهوره أو يعني منتشرة مو بس على مستوى البحرين والخليج إنما على مستوى العالم. العالم كله. تتكلم أنت عن إندستري متكامل يعني في ناس تجدد السيارات، في ناس تصور السيارات، في ناس تبيع وتشتري، في ناس فيعني مختلفة. عالم متكامل. وكلهم في دائرة واحدة. في دائرة واحدة. نعم. فهذه كلها بالطبع يعني عطى للهواية أو الحب هذه يعني نوع من انتماء. التميز والانتماء. ممتاز. تكلمنا قبل ما نركب السيارة عن أن ما شاء الله أغلب اللي يمتلكون سيارات الكلاسيك عيالهم يحبون سيارات الكلاسيك. تكلمنا ما شاء الله عن ولدك الله يحفظه والتقرير الماضي بصالح محمد صالح العاص بعد عن ولده اكتشفنا أنه يحب السيايير. صحيح. فشون يعني أهم من نفسهم ولا أنت تأخذهم معاك ولا شون كانت تكون طريقة جذبهم لهذه يعني تكون عفوية في البداية. تعرف أنت الطفل يحب يستكشف طبعاً. يحب يجرب فلما يشوف أبوه لاهي بشغلة معينة. نعم. ويمارسها مثل ما احنا يعني أخذنا الفكرة من أبهاتنا وكذي فنفس الموضوع يعني هو يشوفني أنا شلون أتعامل مع السيارات وأجهزهم وأشتري وأبيع أستورد فحسيت يعني بدأ ينجذب للموضوع خذته معاي كذا مرة حق تجمعات كار شوز وذي عجب الموضوع مرة ثانية قام يجيب معاه كاميرا ممتاز مرة ثالثة قام يصور مرة رابعة قام يطلع معاي في فيديوز وفي شغلات حسابي الانستغرام طبعا يعني جزء كبير منه هو يديره هو يسوي لي الإديت حق الفيديو الحين بعد بنحط لمشاهدينا بعض الصور. نعم. بعض الصور من السيايير في بعض الأماكن في مملكة البحرين وشلون أخونا حامد دمجهم. نعم. مع الماضي نفس ما قلنا لباب. نعم. البحرين وغيرهم ما شاء الله. نعم. لأن في أكثر من سيارة صورتها وسيارات تملكها بعد ما شاء الله. صحيح. ممتاز. صحيح. ممتاز. أخوي حامد ودنا تقول لنا الرسالة اللي أي واحد بخاطره بتكون عنده سيارة كلاسيك يحطها في باله. نعم. البحث والقراءة والتعلم وأن الشخص يحاول يكون عنده على الأقل مبادئ الميكانيكا البسيطة. نعم.
هاي شيء وايد مهم. يعني يكون عارف السيارة شنو تحتاج، شنو متطلباتها، لأن أنت عندك سيارة قديمة ما في مثلاً وكالة بتوديها لهم طبعاً. وهم بيسوون فيها كل المطلوب، تحتاج أنت تكون عندك شوية خبرة ومعلومات في الأشياء البسيطة على أساس أنت تهتم فيها وتقوم بالصيانة اللازمة لها، تطلب لها قطع غيار، لأنها هي عملية مستمرة طبعاً. يعني هي مو مسألة أنه أنا والله بشتريها وخلاص وبسوقها وبطلع فيها كل يوم. بالضبط لازم تحافظ عليها. نعم. لأن في ناس وايد تبي تشوفها. صح. فلازم تحافظ عليها. أخوي حامد المستطيب بيض الله وجهك، تعبناك ويانا صراحة. يعني مشاهدينا أكرمنا أن نطلع هاي السيارة العزيزة عليه في هذه الأجواء، في هذه الجو. نعم. نعم، لأن قلت لي أن هذه السيائير في الصيف تتخزن. صح. نعم. وفي الشتاء تطلع وتروح جولاتها وتزورها. نعم. وإحنا قلنا بعد قبل ما نصور بأن وأنت شدت على هذا الشيء، في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الدول العربية العلاقات مع ملاك سيارات الكلاسيك قوية جدا ومتينة جدا، فهذه الحمد لله عليه، خصوصا مع السوشيال ميديا والوسائل التواصل خلت الموضوع يعني ما تتخيل. صح ايش كثر سهل. صح. ما قصرت، بيض الله وجهك. وجهك حبيبي. والحين مشاهدينا بننزل مع اخونا حامد، بناخذ جولة على سيارة، خلينا نتعرف على بعض المقتنيات ما شاء الله اللي فيها. تمام، يلا توكلنا على الله. نصك الاي سي مشاهدينا. ايوه، وبسم الله، ونفتح بعد ما شاء الله شتري. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخوي حامد ما شاء الله يعني سيارة تميز باشياء كثيرة، خلنا نتكلم على المقدمة. نعم. وعلى الرقم بالتحديد بساعة تكلمنا عنه. اي نعم، كلمني عن الرقم، شلون مساعة تكلمنا عن دور الإدارة العامة المرور وزارة الداخلية بأن محافظوا على هذه السيائير الكلاسيك وخصصوا لها رقم معين عشان يزيد رونقها في الشارع ما شاء الله. بالضبط بالضبط، هذه طبعا كان حلم يعني الكثير من الشباب أن احنا نتميز بسياراتنا. نعم. باللوحات القديمة اللي تعكس الهوية البحرينية في السنوات الماضية ما شاء الله. فوزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور ما قصروا، طرحوا هاي الخيار أن الشخص اللي يمتلك سيارة قديمة من عمر معين يقدر يركب لوحة بالطريقة القديمة بالطريقة العربية. طبعا هذه لو تلاحظ 1972 هو موديل السنة. مشاهدينا ترى رقم سيارة على موديل السنة. اي نعم. 1972 8 خلوها على صوب. في شيء مميز هني. اي نعم. مشاهدينا ما اعرف اذا لاحظتوه ولا لا، الجهة الثانية نعم يسمونها المرآة الجانبية، فيها مرآة جانبية الجهة الثانية بس. إيه نعم. صوب اليمين ما فيها، فهل هو بس حق السايق؟ هاي لازم اعرف المعلومة. نعم، هو طبعاً على أساس ذاك الوقت الشوارع في العالم أو في ألمانيا كانت بس تو لينز يعني رايح يعني. نعم. فهو على حسب تصميمهم يفترضون أن أنت ما تحتاج هاي الجهة، فيقول لك بس الجهة الثانية، بس جهة السائر. نعم. طبعاً كعادة السيارات القديمة مكيفها مختلف، ايسيها مختلف، اللي هو الجام الجانبية او التهوية فتحة التهوية اللي تكون في الجانب ويها الهواء ما شاء الله نفس ما قلنا اخر مرة كروس دايركت لين يدخل على داخل. مشاهدينا في نقطة بعد ممتازة وتميزت فيها السيارات القديمة، ويعني احنا المفروض نخليكم تدورون وين اللي هو بوكس البترول ولا المكان اللي يتصاب فيه البترول. نعم. لكن اذا تيون معانا تشوفون هذه، اخوي حامد ابيك انت توريهم بالضبط وين البترول يصير. مكان البترول الله يسلمك يكون هنا في هذه الفتحه. نعم. طبعا الموقف دائما يتكرر معاي في محطات البترول، اي العامل يلف يلف يروح مني ومو داري ايش السالفه. نعم. فاقول له لا ورا الرقم. طبعا الشركات كانت تهتم بهذه الديتيلز، ما تبغى تخرب شكل السياره ان تحط مثلا مكان منفصل حق البترول. طبعا اخوي حامد ما قصرت، الله يسلمك وبيض الله وجهك، اكرمتنا ويعني اعطيتنا هالمعلومات، وانت مثلك ومتاكدين ان بالالاف في البحرين ما شاء الله حافظوا على سيارات الكلاسيك وما زالوا يحافظون عليها. واحنا بدورنا ان نقول للناس ان عندنا شباب بحريني حافظ على سيارات الكلاسيك، يحاول أن يعكس هذه الحفاظ النادر
في الداخل وفي الخارج. وأبسط مثال تكلمنا ما شاء الله لما أحد المجلات في بريطانيا حطوا السيارة بلوحاتها البحرينية في صفحة كل السيارات اللي موجودة انترناشنال، وإحنا الوحيدة السيارة الوحيدة اللي كانت بحرينية موجودة فيها. صحيح. بيض الله وجهك. وجهك حبيبي. ونفتخر فيك دائما. الله يحييكم. أنا أيضا أشكركم على هذه التقرير المميز، وإن شاء الله دائما نشوف تقارير مشابهة بإذن الله. للأحسن دوم. بإذن الله ما قصرت. مشاهدينا حامد المسقطي وغيره من الشباب البحريني وغيره كذلك من اللي محافظين على هذه سيارات الكلاسيك، هذه التحفة الفنية، هذه الندرة اللي من تمشي في الشارع الكل يلتفت لها. شكرا لكم على متابعتكم لهذا التقرير، وبإذن الله بنلتقي في تقرير قادم. وبكذي مشاهدينا احنا وصلنا للختام، بس مو ختام الحلقة. نعم وصلنا. احنا وصلنا إلى ختام الموسم، موسم مساء الخير. يعني إذا كان في من كلمة تقال في هذا المقام فهي كلمة شكر وتقدير وامتنان لفريق العمل. خلينا نبتدي مع المخرجين. صحيح. يعني عبد الله الخاتم وراشد الجميري. للأمانة يعني خليني أنا أقول لي في خاطري، يعني راشد الجميري من المخرجين اللي حسسك بالأمان وأنت على الهواء، وهذه قاسم مشترك بينه طبعاً وبين زميلنا العزيز عبد الله الخاتم. نعم. حريصين مو بس على شغلهم، هم حريصين على إبراز كل جهد يبذل في الاستديو، خصوصاً إحنا من قبلنا إحنا كمذيعين. تعرفين اليوم المخرج مهم إنه يعني يعطيك شعور بالأمان، لأن صحيح. إحنا في لغة إشارة بيننا هني. نعم. يعني مشاهدينا بمعنى في ضيف أنت تسأله سؤال يجاوب على ثلاثة أسئلة. أسمى تنبهني، انا انبه، احنا ننبه الكنترول، هذه يحتاج الى لغه اشاره. اذا ما كان المخرج يقول لك انت اون فيجن، اذا ما كان يقول لك انت رياكشن، ما بتقدر تاشر ولا بتقدر ان انت تستخدم لغه الاشاره هذه. فهم يعطونك ذي الشعور، وهذه الشعور يحتاجه اي مذيع. كل الشكر لكم. ايضا عبد الله الخاتم مثلا، دائما ذكرنا ميزه عند راشد الجميري، نذكر عند عبد الله الخاتم. عبد الله الخاتم اي لقطه تخدم فقره معينه هو يروح يدورها بنفسه. صحيح. ويجيب اللقطه الصح اللي تخدم الفقره وتحقق طبعا الغايه منها. يعني غير انهم يقعدون وياك برا يفكرون معنا بصوت مسموع فيما يتعلق ب الفقرات ويعني عناوينها، يعني وهذه هوش يعني امر مو معني في كل الشكر لفريق الاعداد فردا. كل الشكر لفريق طبعا اكيد الاضاءه، للمصورين فردا بالاسم، يعني كلهم ابطال. الشكر موصول لي ايضا مشرف البرنامج طبعا منار محمد ام البرنامج، للمنفذين امينه يعني ونور القاسم طبعا. كل الشكر لكم، وانا اعتقد ان انت يعني طبعا احنا اكيد احنا نشكر بعد يعني رئيس الاعداد التقديم ورئيس القناه أكيد. وهذه كلها طبعا هذه الروح هي نتيجه للبيئه اليوم احنا نعيشها اللي وفرتها الاداره العليا طبعا متمثله أكيد. في سعاده الوزير الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وسعاده الوكيل يوسف بن خليل، وايضا سعاده الوكيل المساعد لذاعه التلفزيون يونس سلمان بو سلمان، واكيد مدير الاداره قيس دوسري. كل الشكر لي يعني ايضا من تابعنا اكيد حابه تشكرهم اكيد. يعني مشاهدينا كنا معاكم على مدى دوره تلفزيونيه كامله، اجتهدنا من خلالها في تقديم كل ما هو ممتع ومفيد. انا حبيت عصام نشكر ضيوفنا اللي شرفونا هني من مختلف المجالات، نشكرهم لان هم عززوا فينا الشعور بالفخر اكيد، واثبتوا ان البحرين دائما وابدا ولاده. فعلا ضيوفنا احنا ممتنين لوجودكم، وشكرا لك عصام. شكرا لك يا اسماء اكيد. نعم انت ما يوفيك شكر، وكل الفريق طبعا اكيد ما يوفيهم شكر. احنا تشرفنا، وان شاء الله نتلقيكم ان شاء الله في المستقبل باذن الله، يعني من خلال يعني برامج، يعني ان شاء الله ان هي تكون يعني دائما يعني عند حسن ظنكم. مع السلامه. في امان الله.